المشكلة أن هؤلاء يعني هم مستفيدون من الجن والجن مستفيدون منهم، ربنا استمتع بعضنا ببعض. المشكلة فينا نحن عندما نذهب إليهم، يعني سوقهم منهم قوم غيرنا، عامة المسلمين هم الذين يذهبون إليهم ويدفعون لهم الأموال لكي يخبرونهم بالغيب، فمدعي الغيب كافر والذاهب إليه كافر، لأنه يدعي أن غير الله يعلم الغيب. فعلى الإنسان يفتح عقله قليلا. الله يقول لا يعلم الغيب أحد، محمد لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فيأتيني مشعوذ دجال يأتي يدعي يقول أنا أعلم الغيب وأنا أعلم الغيب وأنا أعلم الغيب، والناس تصدقه، وسيقع لك كذا وسيكون لك كذا وسيقول لك كذا. هذا بالجهل الناس للأسف. فعليه أن نتقي الله تبارك في هذا الأمر، وننبه إخواننا وأقاربنا وجيراننا ومن نعرف أن هذا الطريق خطأ وخطير جدا وكفر بالله، مخلد في نار جهنم الساحر والمشعوذ والدجال والقارئ الكف وقارئ الفنجال والمصدق بهم، كلهم في نار من حطب جهنم والعياذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لكن الذي يستمر على هذا حتى يموت فهو من حطب جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.